بنات هذا المنزل الميك اب من ديليا يجنن خرافي بمعنى الكلمة. فهسه من دا ازيل الميك اب فذكرت وقلت خل اصور لكم اياه حتى هم تستفادون منه. بنات بتوفر بكل كوزمتيك عادي يعني، اوكي هذا الوجه كله وللعين هم رهيب يجنن. نص شعرك الى الاطراف، بعدين يلا استشوري هذا سيروم معالج وراح يحمي شعرك من التقصف اللي يتعرض. وكذا مشوار حياتنا لوحة كبيرة وكل ما نلون بالوان ويوم بعد يوم بنات تتذكرون منتجات ستيندرز اللي نزلت تخص الشعر اللي هو السيروم والحمام الكريم؟ طبعا ما شاء الله عليه كمية طلبات مو طبيعية، فلهذا السبب بسرعة دا يخلص من السوق. يعني توقعوا انا اشتريت 2 وطمنتهم لان عرفت راح يجي يوم ويخلص، فبعد كم يوم هم يجيبون من عنده ويوفروها بالكوزمتيكات اللي موجودة ببغداد وبقية المحافظات ايضا. فهسه راح اقول لكم على هذا هذا مال الجسم، شاور مال الجسم، وهذا بعد الشاور من الطلع من الحمام مرطب، اوكي؟ هذا بحبيبات لان هو تقشير للجسم، وايضا هو ينطي ريحه جدا حلوه ويرطب الجسم ايضا. فهذا يعني بنات هذا الغسول مال الجسم، اوكي؟ يعني طريقه الاستخدام مالته عادي، تخليه على الليفه وتغسلين به جسمك. طبعا هو حال الصابونه اللي كنت تستخدميها قبل او الغسول الخاص بالجسم، فهاي كلها تستغني عنها، فقط تستمرين على هذا. مثل ما ذكرت انه هو بحبيبات، تشوفوها بنات هذه الحبيبات راح تقشر الجسم وراح ترطب الجسم وراح تنطي نعومه كلش حلوه. اوكي طبعا انا اكيد هم خلصان وراح افتح واحدة جديدة عندي. وهذا بعد الشاور من طلعي من الحمام، هذا المرطب مال جسم ايضا تخليه بكل جسمك كلش حلو، هم راح يرطب وينطي نعومه جدا حلوه. فشي مكمل شي، تستخدمين هذا لازم تطلعين من الحمام تستخدمين هذا الثاني. فانصحكم ببنات جدا حلو وسعره جدا مناسب. السيندارز اكيد الكل يعرف هذا البراند، بس خلي اشوفكم انه انا شو مشتري كميات حتى اخاف يخلصن، انه انا عندي امامته هنا وهنا ايضا هذا الغسول مال الجسم تمام، وهذا المرطب. دكتورة فاطمة شكرا جزيلا. نورتنا. تسلمين يا وردة. دكتورة فاطمة شكرا جزيلا. هلا طبعا منورة. غالي. جابة نفسي والله فوق نفسي. ليش مكلفة نفسك؟ على مودك. نفسي. شكرا جزيلا. بالعافية. وينك مايلك عنوان؟ وينك مايلك عنوان واسمك ضاعت اخباره، البحر لو يبعدك عني لسوي القلب للعراق عباره، وعلى المحبوب ودوني على بغداد يا ناس، على المحبوب ودوني على المحبوب يا ناس، حبيب وغيبته طالت وانا مشتاق يا ناس، حبيب وغيبته طالت وانا مشتاق.